طب هو ده الخطأ ممكن الوحيد اللي كان لا وقع فيه لا الراجل صلاح كتير، في الماتش ده، لا ولا في أخطاء لا أخرى مش هي اللي سببت الشكل اللي نزل الزمالك والهزيمة دي يا كابتن؟ الاخطاء من بدايه الموسم يا فندم، اخطاء نادي الزمالك متفقين إن في حاجات من بدايه كتير. الموسم، اخطاء اداريه واخطاء فنيه في حاجات كتيره جدا حصلت جوه نادي الزمالك، والاسباب دي باينه منها ان انت السنه اللي فاتت والزمالك كان بيجيب الدوري العام، بيجيب الدوري العام بتاع السنه اللي فاتت ده في ظروف صعبه جدا، في عدم قيد وحاجات كبيره جدا، بس كان الزمالك هادي، كانوا هاديين وكل واحد كان شايف شغله بشكل معين، مجلس اداره كان هادي وما بيتكلمش وما بنكوناش بنسمع صوته ولا كان عامل دوشه لحد، في نفس الوقت كان امير مرتضى واخد الملف وقافل عليه وماشي بيه بشكل كويس. نادي الزمالك كان ليه نجوم في الدوري اللي فات ده، فاروق كان ليه نجوم، مش زيزو بس، الونش كان شايل الفريق بشكل كبير جدا، بن شرقي لغايه اخر ماتش وهو بيمشي كان بن موجود. شرقي بالظبط كده، انت كان عندك لعيبه كمان زيزو، شيكابالا زيزو كان في عالي، زيزو كان عالي ما احنا الفترة دي ما انا كويس. قلت زيزو، بالظبط. وكان امام عالي في امام كان كويس الاداره، برضه، طارق حامد كان موجود، و طارق حامد برضه كان الناس موجود، دي ادت كان ادوارها لغايه فرجاني اما من مشي فترة برضه. بالظبط، وكان دور شيكابالا في لم الفرقه وكان دور كويس جدا، توفيق اللعيبه الصغيره اللي صعدت صح. في الدرجه الاولى كانوا موفقين جدا كمان ودخلوا جوه المنظومه وعملوا شكل كويس جدا، واحنا اشدنا بيهم كلهم ان كان نيمار. وفيريرا كان مركز، وفيريرا كان هل مركز. فتح باب القيد لنادي الزمالك هو اللي عمل المشكلة دي؟ ما انا هكمل لك. بص، مفاوضات زيزو لوحدها عملت خلل كبير جدا في نادي الزمالك، بالظبط. لان انت كمان حسست بقيه اللعيبه يا فاروق ان زيزو هو النجم، يعني انت بس ده سبت، في اي فريق يا كابتن؟ مش مختلفين، يعني في اي فريق بس لازم كان يبقى في ساعتها حد امام كده؟ عاشور ده حاسس جوه نفسه ان هو نجم، الونش حاسس جوه نفسه ان هو، في ناس كانت لازم تتشار ليها بالبنان يا فاروق في الفرقه ان هم دول كمان كانوا نجوم كبار، انت خليت النجوميه كلها والموضوع كله راح ناحيه زيزو في مفاوضاته، فالمفاوضات اللي اخذت وقت طويل وبعدين اسفرت عن مبلغ مالي كبير، دي عملت شرخ في اوضه اللبس يا فاروق، وانت عارف لما يحصل الشرخ في اوضه اللبس ايه اللي هيحصل. بص يا فاروق، لما احنا نكون انا وانت في الملعب وباصك زي باصي وقطعتك زي قطعتي وانا مش شايف فرق بيني وبينك كبير، بعدين انت تقاضى مبلغ مالي كبير جدا وانا باخد مبلغ مالي، الانقسام ده يا فاروق في اللعيبه باصه لبعض ان احنا شبه بعض، احنا مش بعاد عن بعض، لان الغلطات واحده والمكاسب واحده، فلازم يبصوا لبعض، يبقى هدوء الاداره اللي راح ده والمفاوضات الغريبه اللي حصلت في تجديد عقد زيزو، والحاجه الثانيه اختيارات اللعيبه الجداد دول، يعني اللي على، انا قلتها مره قبل كده انا وهقولها بقول لك تاني فتح باب الخيط نفسه، بالظبط، على اللي اختار انا لعيبه مشكلتي نادي اداره الزمالك النادي. دول اصل قفل ما باب الخيط استفادش خلى مين، نادي الزمالك بالظبط يعتمد على لعيبه، يعني انا حسيت لعيبه ان صغيره. الثلاثه فاختار اللعيبه دول كان لازم يعمل منسي حاجه يا فاروق، كان لازم يعتذر انا يعني يقول منسي انا اسف، وبالحاج ومش عارف، قلت ده هيكسروا الدنيا. لا 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 يعني قلت ان بس هم بالحاج هيكسروا كابتن الدنيا ده في يناير. في يناير انا بنتكلم على اللي جم في الاول، وفي يناير كمان برضو ان بس انا والله بجيب ثلاث بالحاج انا لعيبه بشوفه لعيب كويس، بس وانا معاك وانا معاك وانا معاك. ما بياخدش لا برضه. هي كان في حاجه بس، انت النهارده لما جيت تعوض اللي مشي عوضته بحد لا شبهه؟ حقيقة. ما لا عوضتش طبعا، بحد لا شبهه. طبعا طيب الان ما فيش. مين اللي كان يستاهل المفاوضات الكبيره وكان لازم الزمالك يتمسك بيه للاخر؟ بن شرقي، لان كان بن شرقي حل كبير جدا لنادي الزمالك فني، لان طبعا بن شرقي لعيب متعاون جدا يا فاروق، بيمرر بيسجل في اوقات مسجل. صعبه، لا فكان ده اللي كان لازم ياخد الاولويه الكبيره جدا في التجديد، لان انت زيزو نجم باللي حواليه لوحده مش هيعمل لك فروقات كبيره جدا في الكوره، بن بالظبط. شرقي لوحده يعمل الفروقات دي في الكوره، انت في لعيبه كده تعمل لوحدها، عبد الله السعيد لعيب لوحده يعمل فروقات واحنا شايفين بيراميدز من غيره عامله ازاي، ففي حاجات في الكوره مهمه جدا، فاللي عمل صفقات نادي الزمالك دي انت قبل كده جبت بن شرقي وساسي وجبت امام وجبت، انت ليك صفقات ناجحه، ولما جيت عملت الصفقات الجديده دي صفقات مش ناجحه، فكان عليك الاعتذار، ما نجيش بقى نقول فيريرا ما يكملش، انت بقيت بقى ايه تاخد المشاكل توديها في حتة تانية، فاتسعت الفجوة بتاعت المشاكل، وهو فعشان كمان كده الراجل ما بقاش مركز بالظبط ما خالص، بقاش في وانجازه استقرار، ما بقاش ما مركز. بقاش في هو استقرار السنه في الاولانيه، الزمالك السنه اللي فاتت هو كان مركز جدا، وزي ما تقولت امير كان قافل على الفرقه بالظبط وقافل على نفسه وقافل على الجهاز الفني، وحدش بيجيب، محدش بيتكلم، والكلام ده كله بيوصل طيب. للعيبه، طب كابتن، دي كابتن مشكله. مصطفى وكابتن ايمن برضه، هل الزمالك هيستمر بالشكل ده خلاص، ولا يعني برضه رؤيتكم كلاعيبه الكوره ايه اللي محتاجه نادي الزمالك عشان يقف تاني على رجله؟ وهل ممكن يقف في ظل مجموعه اللعيبه اللي بتقول حاجه كده رميت الفوطه تقريبا يعني؟ بالظبط. لا صعب جدا، صعب فروق ان نادي الزمالك يفضل بالشكل ده ويفضل بالسكواد اللي موجود ده، صعب جدا. في لعيبه كتير جدا زي ما قلت في البدايه، لا النادي كبير عليهم جدا، والنادي معلش ما يلعبوش في نادي الزمالك. يعني النادي الاهلي لما لقى لعيبه معينه كده زي مكسيموني زي مش عارف ايه، ما صرف ومشاهم، لان دول لعيبه مش هتفرق مع الفرقه بسرعة بسرعه، بطل لازم. وفي لعيبه فاقت، يعني بيرستو ابتدى يفوق،
لا هو هو لعيب كويس اصلا فابتدى يفوق. في ناس كتيره الانديه الكبيره دي لازم لازم ترجع بسرعه وترجع بشكل كويس ويدعم بشكل افضل والفرقه ترجع تاني. في لعيبه حرام تلعب في الزمالك بالشكل ده بصراحه. كابتن ايمن عندك فكره ممكن الزمالك يرجع ازاي يعني اداريا الاول يا فاروق؟ يعني الزمالك محتاج ناحيه اداريه الاول. الزمالك لازم يستقر في الاداره يعني ده مهم جدا. لان كمان بص يا فاروق احنا لعبنا كابتن مصطفى في النادي المصري وانا لعبت في النادي الاسماعيلي بس هيظل الاهلي والزمالك جناحين الكره المصريه يعني فما ينفعش انت تسيب الجناح ده مكسور يعني.